السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، وضوح هذه الحلقة عن أن المهدي المنتظر أول المسلمين وإثبات ذلك بالقرآن الكريم. أنا بعرف أن نزلت أشرطة بالماضي على المواضيع اللي بنزلها هسه، بس لأنه في قليل من الناس شاهدوها، فقاعد ببين لهم وبجيب لهم الحجج والبراهين، لأنه بلا مؤاخذ أحباب بالله، في ناس كثيرين أول ما نزلت الأشرطة، أنا بلشت من 2013، مع أنه والله يا أحباب بالله هذا العلم عندي كان من سنة 2000 لهذا 1994، أنا بلشت دراسة القرآن بال 1992، بس قعدت مدة طويلة وبحكي للناس اللي حوالي، فحكوا لي يعني حرام اللي بتفهموا بالدين وبالقرآن ما ناس يعرفوه، وكل اللي حوالي مأمنين باللي بحكي. يعني الواحد عنده قرآن قاعد يبين له آيات واضحة وصريحة، فلو كل علماء الأرض اجتمعوا وحكوا لك شيء وانت رأيت في القرآن شيء مخالف لما يقولون، ايش راح تتبع انت؟ كلام العلماء ولا كلام القرآن الكريم؟ أنا ما عندي يعني حل ولا بديل إلا القرآن الكريم. والله ما بخشى في الله لومة لائم، عشان هيك اللي بده يغضب يدق راسه بالحيط. أنا بجيب حجج وبراهين من القرآن الكريم. أول شغلة خلينا نبلش الموضوع، بديش أطول عليكم. لماذا الأنبياء، هذا سؤال، لماذا الأنبياء ليسوا أول المسلمين؟ يعني بيجي واحد يقول لك طب ما آدم يعني أول واحد من البشر لازم يكون أول المسلمين، واحد يقول لك يا أخي لازم إبراهيم يكون أول المسلمين، هو لسه معنا المسلمين. بس أسأبيكم القرآن الكريم بآيات بينات رب العالمين شو يقول في كتابه الحكيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسورة البقرة من 127 لآية 133، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد أصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. مين بنيه؟ اللي هم إسماعيل وإسحاق، ويعقوب كان موجود. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. يعني هاي الآية بتبين لك أول شهر يعني سيدنا إبراهيم وإسماعيل قالوا إيش؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. هاي أول إنه سيدنا إبراهيم وإسماعيل قالوا مسلمين ولم يقولوا أول المسلمين. بعدين دعوا دعوتهم ربنا وابعث فيهم رسول، اللي بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول منهم، يعني لما بنوا الكعبة اللي من مكة المكرمة، يعني ابعث واحد منهم من أهل مكة وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد صفناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، مباشرة قال أسلمت لرب العالمين. هون نيجي على ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
يعني سيدنا إبراهيم وصى إسماعيل وإسحاق ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. إذن إسماعيل من المسلمين وإسحاق من المسلمين ويعقوب من المسلمين. بعدين بقول لك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. إذن منهم أولاد يعقوب عليه السلام اللي هم منهم يوسف عليه السلام والإحدى عشر الإخوة الباقين. هسا بنيجي عن آية 24 ل36 من سورة الذاريات. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة لأن الملائكة ما بتأكل. فتعرف عند العرب وعند الناس الكرماء إذا قلت أنت أكلوا الأكل ما أكلوا بوجس منك أنه أنت زلمة ما بدك تمالحني يعني في خطر. فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم يعني بشروه بمن سيدنا إسحاق. فأقبلت امرأته اللي هي سيدة سارة في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني هسه وأنا بآخر عمري يعني كبير امرأة عجوز. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فسأله إبراهيم قال فما خطبكم أيها المرسلون يعني ليه جايين أنتم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اللي هو سيدنا لوط عليه السلام وذريته من زوجته. إذن سيدنا لوط من المسلمين. هسا عم نيجي على سورة يونس من 71 إلى 72. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا سيدنا نوح عليه السلام من المسلمين، سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وسيدنا لوط وسيدنا يوسف عليه السلام كلهم من المسلمين. بنيجي هسه من آية 89 لآية 93 من سورة النمل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يعني أحباب بالله واضح الآية بل جاء بالحسنة فله خير منها وهو من فزع يوم القيامة يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة يعني سيئاته كان أكثر من حسناته فكبت وجوهه في النار يعني رايحين روحه على النار هل تزول إلا ما كنتم تعملون. هو بيقول لك إنما أمرت الأعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون مسلم. مين هذا اللي حكاها؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المسلمين. ليش هسه سيدنا محمد والأنبياء كلهم مش أول المسلمين؟
بتقول كل شغلي السلام. أجل الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل عليه القرآن من كان أول المسلمين في عهده من الرجال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ومن الأطفال أول المسلمين من كان سيدنا علي بن أبي طالب، ومن النساء أول المسلمات كان سيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. بس اللي حاملين الرسالة ما بقول لك أنا أول المسلمين، يعني هسع المهدي لما يظهر وصير البيعة ويجوا الناس يبايعوا، أول واحد بايع يكون أول المبايعين، بس المهدي ما مش المبايع هو صاحب البيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي نزل عليه كتاب وأمر أنه يبين الإسلام والقرآن للبشرية، عشان هيك الأنبياء والمرسلين اللي هم نزل عليهم الكتب اللي مذكورين في القرآن الكريم ولا واحد منهم أول المسلمين. فبنيجي أحباب الله وبننزل من آية 11 لآية 15 من سورة الزمر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني هاي الآية الآيات اللي في سورة الزمر بقول لك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا أول أمر إجى للمهدي عليه السلام أن يعبد الله، وأمره لن يكون أول المسلمين لأنه في العهد اللي بيظهر فيه المهدي كثير في ناس بدعوا الإسلام ولكن الإسلام ناقص. فالمسلم الكامل في الكرة الأرضية من البشرية رايح يكون مين؟ المهدي عليه السلام، لأنه إسلامه كامل كإسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا واحد على وجه الأرض، انسوا الأنبياء درجتهم، أنا بحكي لكم على البشر الباقيين، ولا واحد من البشر بوصل لمرحلة ومقدار المهدي بفهمه للإسلام وتطبيقه للإسلام. عشان هيك هو أول المسلمين. ليش؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من دونه. ليش؟ لأنه ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما حكى لهذول الناس فاعبدوا ما شئتم من دون الله، إجا يدعو الناس للإسلام. بس المسلمين في عهد المهدي كل واحد في له عبادة مختلفة، في ناس بيعبدوا العلماء، في ناس بيعبدوا آل البيت، في ناس بيعبدوا الشياطين، في ناس بيعبدوا الصوفية مثلا على الطرق الصوفية، عنده الشيخ الفلاني هذا هو شو يسموه قدوته إلهه كلمته غير مزل. زي اللي بيعبدوا هذول الحكام والسلاطين اللي بطوعوا ولي الأمر وبعصوا الله سبحانه وتعالى. عشان يخل المهدي أول المسلمين. هسا عم يجيبكم دليل بالبرهان على قولي من آية 159 لآية 165 من سورة الأنعام أحباب بالله، وهذا هو مسك الختام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين قيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وأنه لغفور رحيم وأنه لغفور. أحباب الله، شو دليل قولي على ذلك؟ كلمة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هل كان عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الرسالة، نزل عليه جبريل الوحي، آمنوا في الصحابة رضي الله عنهم وظلوا مؤمنين، قليل من ارتدوا بموضوع الإسراء لما أسرى وأعرج، منهم من رجع ومنهم من ترك، بس أكثرية الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك من فرق دينه. إذن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، عن مين بيحكي؟ عن النصارى واليهود ولا على المسلمين؟ صرنا مليون حزب، السنة مليون حزب ومذهب، والشيعة مليون حزب ومذهب. فرب العالمين بيقول له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بخاطب واحد، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. عشان يخرب تكمل الآيات اللي بعديها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هون بقول له يا مهدي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين قيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله خلقه من أول ما خلقه طاهر حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، ما كان يسوي ذنوب أبدا ولا عصى الله رب العالمين ولا أشرك بالله ولا سجد صنم ولا طاوع إنسان بما يغضب الله سبحانه وتعالى. أكثر شيء حدثت عتاب الله سبحانه وتعالى له في موضوعين، قال له مثلا إيش عبس وتولى إن جاءه الأعمى، وقال له يا النبي لما تحرم أحل الله لك. قلت عليه أحباب الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كامل الصفات، المهدي عليه السلام ليش بيصلحه الله سبحانه وتعالى؟ لو غير كامل، فمشان يصير كامل بصلحه رب العالمين، فلما يصلحه رب العالمين في الزمن كله فساد وكفر، رب العالمين بيجعله أول المسلمين. الأنبياء طبقتهم بتختلف، المهدي، وبجيب لكم دليل آخر أحبابي بالله كيف طريقة إنه المهدي رسول،